التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحصة الماضية عن الصحف الخمسة التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أشهر هذه الصحف، وقلنا من بين هؤلاء الصحف أو هذه الصحف صحيفة الصادقة، الصحيفة الصادقة اللي هي صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أدخلوا فيها بعض المغرضين من الرافضة وغيرهم، أدخلوا فيها شبهة بدعوى أنه لم يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذها تدليسا أو تزويرا من أهل الكتاب، أدخلوا فيها شبهة ليشوشوا كعادتهم على الأمة الإسلامية. الدرس نتاعنا اليوم باش نتناولوا رد هذه الشبهة من خلال أدلة تدل على أن هذه الصحيفة أخذها عبد الله بن عمرو بن العاص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست محل أدنى شبهة. هذا هو المحتوى نتاع الدرس نتاعنا. كعادتنا ياخذوا الدرس الخامس ادعاء رد صحيح عبد الله بن عمرو بن العاص وهي تسمى الصادقة، مضمون الشبهة. تفضل استاذ اخر. مضمون الشبهة: يطعن بعض المغرضين في الصحف التي جمعت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. ذكرناه عنكم هذا كله، خمسة صحف. نعم. لا سيما صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص والمسمى